منعقدة بمعهد أمناء الشرطة حكمها في إعادة محاكمة 4 متهمين من بينهم متهم المحبوس، والتي كانت المحكمة قد أصدرت حكما بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف الزيتون. تنظر النفس الدائرة محاكمة 68 متهما في القضية المعروفة باقتحام قسم شرطة حلوان، والتي وقعت عقب فض اعتصامي ربع والنهضة. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من معهد أمناء الشرطة مراسلة النيل بسمة الشاعر. بسمة، كيف تتابعين وقائع الجلسات التي سيتم النظر خلالها وما سوف يتم إصداره من أحكام اليوم؟ أهلا بمشاهدينا الأخبار، أتواجد بالفعل في معهد أمناء الشرطة بسرعة. يعني منذ ساعة تقريبا حكمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف الزيتون، يعني حكمت بمعاقبة المتهم عبد الرحمن عصام محمود بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100,000 جنيه، وسيتم وضع المتهم تحت رقابة الشرطة. أيضا تنظر المحكمة اليوم جلسة 68 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم شرطة حلوان التي وقعت عقب فض اعتصامي ربع والنهضة، ويتم اليوم استكمال سماع شهود الإثبات والقضية. بالقضية حضر العقيد حازم سعيد وهو شاهد في القضية، وقال أنه قام بتحريات تخص القضية وتم فحص مقاطع الفيديو، وأمكن التوصل من خلال الفيديو إلى تحديد عدد من المتهمين وأيضا تحديد عدد من الأشخاص الخاصة باقتحام القسم. يعني حتى الآن مستمرين في سماع شهود الإثبات، ويعني من المفترض أن يعني تغلق الجلسة أو تنتهي الجلسة. نعم، إذن أبرز ما تشهده جلسة اليوم سماع شهود الإثبات في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان وقضايا أخرى. شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة بسمة الشاعر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إدانة مصر التامة للهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة عسكرية وأمنية في مدينة بنجردان التونسية وخلف عدة ضحايا. كما قدم الرئيس السيسي خالص التعازي لشعب وقيادة وحكومة الجمهورية التونسية في ضحايا الهجوم، وذلك خلال اتصال هاتفي مساء أمس بنظيره التونسي الباجي قائد السبسي، معربا عن مواساته لأسر المصابين وضحايا. من جانبه عبر الرئيس التونسي عن شكره وتقديره لقيادة وشعب مصر على مشاعر التضامن والمواساة التي أبدتها، مؤكدا على ما يعكسه ذلك من عمق علاقات الأخوة والمودة التي تربط الشعبين الشقيقين. قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إن الهجوم الذي استهدف مدينة بنجردان الاثنين كان يهدف إلى تأسيس إمارة داعشية في هذه المنطقة. وشدد رئيس الحكومة على أن حصيلة قتل الإرهابيين كانت إيجابية رغم وجود خسائر في صفوف القوات المسلحة والمدنيين، معلنا أن بلاده ربحت إحدى معاركها المستمرة ضد الإرهاب، وذلك بعد حصول الحكومة على معلومات تشير إلى وجود مخازن أسلحة بمدينة بنجردان الحدودية. ووجه الصيد الشكر لرجال الأمن التونسي لسرعة الرد على العمليات الإرهابية في بنجردان بتمكنه من القضاء على نحو 49 إرهابية. في هجمات غير مسبوقة سقط العشرات بين قتيل وجريح بعدما هاجمت مجموعات إرهابية ثكنة عسكرية ومركزي أمن بمدينة بنجردان التونسية الحدودية مع ليبيا. وأعلنت مصادر أمنية تونسية في حصيلة غير نهائية مقتل 36 إرهابيا واستشهاد 10 من عناصر الأمن وجندي 1 و7 مدنيين في المواجهات بين قوات الأمن والجيش من جهة ومجموعات إرهابية مسلحة نفذت الهجمات. وقالت مصادر أمنية إنها ألقت أيضا القبض على 7 إرهابيين آخرين، كما تم الكشف عن كميات من الذخيرة والأسلحة التي كانت المجموعة الإرهابية تحوز عليها. وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن هذا الهجوم غير مسبوق ومنظم. هذا هجوم غير مسبوق ومنظم ومنسق، وكان يقصد منه لربما السيطرة على الأوضاع في هذه المنطقة والإعلان على يعني ولاية جديدة. بدوره قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد
إن الهدف من هذا الهجوم كان إرباك الوضع الأمني في البلاد وإنشاء إمارة داعشية في بنكردان. وقررت تونس فرض حظر للتجوال ليلي في مدينة بنكردان التي يقطنها نحو 60,000 شخص، وأعلنت أن وحدات عسكرية وأمنية تقوم بتمشيط كامل للمنطقة لمطاردة وتعقب ما تبقى من عناصر المجموعات الإرهابية، مع تأمين مداخل المدينة والنقاط الحساسة على الشريط الحدودي مع ليبيا وغلق المعابر الحدودية برأس جديد والذهبة. وينضم إلينا عبر الهاتف من تونس العاصمة الكاتب والمحلل السياسي عبد الجليل بقرة. سيد عبد الجليل، يعني كيف تقرأ هذا الحادث الإرهابي في ظل إعلان رئيس الوزراء عن أنه الهدف من هذه العملية كانت إعلان إمارة لداعش في هذه المنطقة، وفي ظل وجود أيضا مدينة بوكردان على الحدود مع ليبيا؟ إذن ما هي المخاوف داخل تونس الآن؟ هذه العملية تعتبر منحرج في حرب تونس ضد الإرهاب، منحرج من ناحية الإرهابيين ومنحرج من ناحية الدولة التونسية. من جهة الإرهابيين أنه لأول مرة تقع عملية من هذا النوع، أنه مجموعة كبيرة تقريبا عددهم يتجاوز 50 فرد يهجمون على مدينة ويقررون أو يسعون إلى إقامة موطع قدم ترابي داخل التراب التونسي، بعد أن كانت العمليات الإرهابية منذ 4 سنوات تتمثل في عبارة عن حرب إصابات ضربات خاطفة وفرار واختفاء، لكن هذه المرة مواجهة مع الجيش ومع الأمن في نفس الوقت. إذن هذا المنحرج الذي فرضه الإرهابيون في الحرب فرض على الدولة أيضا أن تلتزم بدورها بتغيير استراتيجيتها، بتغيير موقفها وتعاملها مع الإرهاب. نعم، وهذا هو موضع سؤالي القادم بالفعل. يعني الآن الموضوع أصبح أكثر خطورة في ظل اشتداد الهجمات على داعش في سوريا والعراق، والمخاوف من يعني فرار قيادات داعش إلى ليبيا وبالتالي دخولها إلى تونس ومنها إلى المغرب العربي. ما هو المتوقع من الحكومة التونسية وقوات الأمن تحديدا في الفترة القادمة؟ بالنسبة للحكومة التونسية هي على وعي تام، خاصة بعد كما تفضلت حضرتك بذكره، بعد تضييق الخناق على الإرهابيين التوانسة بسوريا الذين عادوا بشكل مكثف إلى ليبيا وخاصة إلى المدن القريبة من الحدود التونسية مثل مدينة صبراتة، ومنذ حوالي أسبوعين شن الطيران الأمريكي غارة على موقع لإرهابيين توانسة بمدينة صبراتة الليبية. إذن هناك جاهزية أمنية وعسكرية في تونس في أفضل حالاتها، والدليل ما حصل في مدينة بنكردان حيث تمكن كان رد الفعل سريع من طرف الأمن، وفي ظرف ساعات قليلة تم القضاء على أكثر من 30 إرهابي وسيطر الأمن والجيش على المدينة بالكامل. هذا دليل على أن هناك يقظة في أعلى مستوياتها، وحتى القيادة السياسية لم ترتبط كما حصل في شهر حزيران الماضي عندما تم الهجوم على فنادق سياحية بمدينة سوسة، عندما ارتبكت القيادة السياسية وقال رئيس الدولة آنذاك لو تقع عملية أخرى مشابهة لهذه العملية فإن الدولة ستنهار. مما تسبب في الأحباط. لكن في هذه المرة التصريحات مختلفة، هناك إصرار على مواصلة المواجهة، واليوم في الندوة الصحفية لرئيس الحكومة يقول نحن صحيح كسبنا المعركة لكن الحرب ما زالت متواصلة مع الإرهابيين. طيب، الوضع الأمني داخل مدينة بوكردان الآن، يعني هل حظر تجوال ما زال مستمرا وحالة الاستنفار في المدينة ما زالت مستمرة أم ماذا؟ بالطبع ما زالت مستمرة، وهناك أخبار عن تبادل إطلاق النار منذ دقائق في أمام في مدخل مدينة بنكردان، لأنه هناك فرار حوالي 10 إرهابيين لم يتمكن الجيش والأمن من اعتقالهم أو القضاء عليهم. هؤلاء أكيد لا يزالوا موجودين في المدينة أو في المدن المحيطة بها والمحافظات المجاورة بها، مما يفرض استمرار منع الجولان. ولا ننسى أن كل البلاد التونسية تعيش حالة طوارئ، حالة طوارئ تم إقرارها منذ عملية الإرهابية التي استهدفت
حافلة الأمن الرئاسي في شهر نوفمبر الماضي. نعم، نشكرك شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي التونسي عبد الجليل بقرة متحدثا من تونس العاصمة، ونذكر بما قالوا حيث وقع منذ قليل تبادل إطلاق النيران بين عدد من الإرهابيين وقوات الأمن في مدينة بوقردان التونسية. نفت وزارة الخارجية الأمريكية صحة ما تردد من أنباء حول إقامة قاعدتين جويتين في شمال سوريا. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن بلاده تواصل تنفيذ ضربات جوية انطلاقا من قاعدة إنجليك التركية وقواعد أخرى بالمنطقة في إطار حربها على تنظيم داعش في شمال شرق سوريا. من ناحية أخرى، أكد المسؤول الأمريكي أنه رغم عدم وجود إجماع على مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد داخل المجموعة الدولية لدعم سوريا، إلا أن ذلك لم يمنع المضي قدما للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والسير نحو العملية الانتقالية وإجراء مفاوضات مباشرة بين المعارضة السورية والنظام. بدأت القوات العراقية عملية عسكرية لتطهير مناطق بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. يأتي هذا فيما وصلت قوات من سلاح المشاة إلى قضاء مخمور في نينوى شمالي العراق لاستكمال التعزيزات العسكرية لمعركة تحرير الموصل من قبضة داعش. قتل 76 إرهابيا من داعش في الموصل في قصف لطيران التحالف الدولي على تجمع لعناصر التنظيم. إلى الشأن اليمني، حيث قتل 21 من ميليشيات الحوثيين وأصيب العشرات خلال الاشتباكات بمدينة تعز مع قوات الجيش والمقاومة، بالإضافة إلى قصف طائرات دول التحالف العربي. وأكد مستشار وزير الدفاع السعودي العميد ركن أحمد عسيري أن دول الخليج العربي ستتخذ جميع الإجراءات الكافية لحماية أمنها الوطني. شهدت اليمن على مدار الساعات الماضية تطورات ميدانية على عدة جبهات. ففي تعز قتل 21 من ميليشيات الحوثيين وحليفهم الرئيس علي عبد الله صالح، وأصيب العشرات خلال الاشتباكات التي شهدتها المدينة الواقعة غربي البلاد مع قوات الجيش والمقاومة، وكذلك قصف طائرات دول التحالف العربي لمواقع هذه الميليشيات. تزامنا قتل مدنيان وأصيب اثنان في القصف العشوائي للميليشيات الحوثية على الأحياء السكنية. وفي غضون ذلك قصفت طائرات التحالف العربي عدة مواقع للميليشيات في مقر معسكر ساحلي على البحر الأحمر التابع للواء 35 مدرع. وعلى صعيد آخر، حققت القوات اليمنية الموالية للشرعية تقدما في منطقة مصورة بمديرية نهم القريبة من العاصمة صنعاء. وفي الوقت نفسه نفذت الميليشيات الحوثية حملة مداهمات واعتقالات في قلب العاصمة صنعاء استهدفت عددا من الشباب المعارضين لهم. من جهة أخرى، أكد مستشار وزير الدفاع السعودي العميد ركن أحمد عسيري أن دول الخليج العربي ستتخذ جميع الإجراءات الكافية لحماية أمنها الوطنية. وأشار العسيري إلى أن مناورات رعد الشمال والتي بدأت قبل أيام بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية تهدف إلى رفع جاهزية القوات المشاركة وكذلك تبادل الخبرات العسكرية. أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في ختام قمة أوروبية تركية في بروكسل حول أزمة المهاجرين، أعلن أن زمن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا قد انتهى. وأكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن تركيا ستستعيد المهاجرين غير الشرعيين الذين ضبطوا في المياه التركية. خلال القمة الأوروبية التركية الطارئة في بروكسل، أثارت أنقرة مفاجأة عبر طرحها مقترحات جديدة، ولكنها أيضا طلبت بثلاثة مليارات يورو إضافية من القادة الأوروبيين 28 الذين يحاولون إيجاد حل لأزمة الهجرة. ويتضمن العرض التركي عدة مقترحات، لعل أهمها استعدادها لاستعادة كل المهاجرين غير الشرعيين الذين غادروا شواطئها إلى أوروبا، مقابل تقديم موعد منح حق دخول الأتراك بدون تأشيرات للاتحاد الأوروبي إلى يونيو المقبل. تركيا تعيد اللاجئين من أموال ميزانيتها الوطنية. أريد أن أوضح الأمور، إنما نطالب به هو المشاركة في تحمل عبء اللاجئين السوريين. من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أن العرض التركي يعد انفراجة محتملة في سبيل حل أزمة المهاجرين في الاتحاد الأوروبي،
أن قادة الاتحاد دعموا الخطوط العريضة للخطة التي طرحها رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، لكنها شددت أنه لا زال هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في 17 و18 من مارس الجاري. رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أعلن بدوره في ختام القمة أن زمن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا قد ولى. Firstly, I would like to announce أولا أريد أن أعلن قرار